حد هنا ليه في الكوره؟ الكوره ستات رفع عليها، مفيش حد رفع عليها. انا ماليش في الكوره خالص، مفيش ماتش تقريبا كملت 90 دقيقه بتوعه. بس في 2014 كان فيه في كاس العالم ماتش ما بين المانيا وامريكا، الناس كلها كانت قاعده تتفرج على الماتش مستمتعه جدا باللعبه الحلوه الاداء العالمي، وانا كنت مركز جدا في الماتش ده عشان حاجه واحده بس، ان يا جماعه مدرب منتخب امريكا الماني الجنسيه. فالناس كلها بتتفرج وانا مركز في سؤال واحد او اسئله كتير، هو المدرب منتخب امريكا اللي هو كلينسمان اللي هو الماني جنسيه بيشجع اني منتخب، منتخب اللي هو بيدربه ولا منتخب بلده؟ يعني لو المانيا جابت جون ما هيقوم يصقف ولا لو هيعمل ايه؟ حسيت انه مش صادق في اي تعبير هيعمله لو امريكا جابت جون او لو المانيا جابت جون. 90 دقيقه لاول مره اتفرج على الماتش بالكامل، طلعت منهم بكتير من الاسئله، قعدت من 2014 ما عنديش اي اجابه ولا سؤال منهم الا في الشهور القليله اللي فاتت لقيت عندي بعض الاجابات. الكلام ده هنقله عن طريق تجربه الى حد ما شخصيه، بس يمكن اي تجربه هتتحكي لكم في اي حد بيحكي لتجربه نجاح بيحكي ان هو كان من هنا وحارب حارب 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 عشان يوصل هنا. انا اتولدت هنا، انا يا جماعه صاحب الكوره اللي كده كده هلعب الماتش صرف النظر بلعب حلو او بلعب وحش، على عكس ما الناس كلها بتحسدني من مكاني في ظهري، على قد ما ده كان اكبر حاجز ليا عشان اعمل اي حاجه، اني ما عنديش احتياج لحاجه واضحه. ما جاش في دماغي اي حاجه غير لما لقيت بعد عمر الناس اللي كانت بعيده عني خالص بدات تيجي عند النقطه بتاعتي، وبدات بعديها تمشي لنقطه ثانيه ابعد. هنا انا كنت عايز امشي وراهم بس مش عارف في انهي اتجاه، لان انا في دوامه كلنا عايشينها، شغلك بيتك فلوسك دوامه بيفرضها عليك احترافك في شغلك، محترفين في كل حاجه، زوج محترف، اب محترف، شغال بطريقه محترفه في حياتك. عشان كده انا مش عارف انا ايه الاحتياج اللي انا عايز اروح له، وانا بلف شايف كل الديستنيشنز مش عارف اركز في ولا ديستنيشن فيهم. قلت خلاص الوقت جه ان انا اشوف انا محتاج اعمل ايه، بس عشان انا في دوامه محتاج اهدي الريتم بتاعي ثواني، اقف احاول اشوف انا عايز اروح فين، اشوف كل الديستنيشنز كل الاماكن اللي قدامي. خدت اجازه بس اجازه بجد، ما عملتش مشاوير للولاد، ما فسحتش مراتي، ما رحتش لوالدي، دخلت في اوضه مكتبي ورقه وقلم، خلاص كان الموضوع سهل خالص، هنطلع ورقه وقلم وهنكتب انا محتاج ايه. 4 ساعات ورقه فاضيه، حبه شخبطه، اغير ساعتي، اغير عربيتي، اسافر. احتياجات كاذبه، فيش احتياج واحد صحيح، لغايه ما ربنا الهمني افتح درج المكتب لقيت سيناريو كنت كاتبه من 12 سنه، فكره كانت موجوده عندي كتبتها عن طريق ان انا درست ازاي اكتب فيلم، وبعد ما خلصتها لقيت ان طريق السينما طريق صعب جدا، لازم ابقى مساعد مخرج صغير، لازم ابقى بيليا، وانا ممكن ابقى ابن صاحب المخيل لان انا اشتغل على طول وانا معماري ناجح وشاطر في شغلي، عندي العملاء مستنيين اون ذا سبوت. طبيعي خدت الطريق السهل ونسيت اللي انا كنت ممكن اعمله. الدوامه خدتني، ولما جيت اليوم ده وبصيت للكتاب ده لقيت فيه شغف كان موجود في الكتابه دي انا افتقدتها، الاحتراف قتل كل الشغف اللي كان في دماغي. بدل ما كنت بعمل اللي بحبه كمهندس ديكور بقى بيتفرض عليا عشان اكل عيشي ان انا اعمل حاجه ممكن ما اكونش مقتنع بيها في شغلي. طيب لوهله قلت انا عرفت انا عايز اعمل ايه، خلاص يا جماعه انا هكتب فيلم، ما تباركولي هكتب فيلم. رحت لوالدي، والدتي، مراتي، اصحابي، جماعه خلاص الحمد لله الحمد لله الحمد لله انا هكتب فيلم. سمعت الفاظ خارجه كتير قوي 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 قوي. الغريب ان الالفاظ الخارجه كلها كانت من اقرب الناس ليا. من اقرب الناس ليا. خدت درس جديد في حياتي. انا في نقطه وعايز اروح لك. مفيش ولا واحد في النقطه اللي انا فيها هيساعدني.
اللي هيساعدني حد من النقطة اللي هناك. هنا فهمت يعني إيه الواحد يدور على الشريك الصحيح. أنا في دوامة عشان أطلع منها محتاج أعوم، هتعب، لازم حد يساعدني. النقطة اللي أنا فيها هيمسكوا فيا عشان بيحبوني. وبدأت ألبس عبايات لأدوار مختلفة. دور الأب غير الأخ غير الصديق، كل واحد منا ابن. أب الابن اتنين تلاتة، صديق لواحد واتنين وتلاتة، زوج لواحدة أو اتنين أو تلاتة. كل دور مختلف. أنت ممكن تكون دورك كزوج مختلف عن دورك كأب. ممكن تقدم نصيحة لابنك ما تقدمهاش لصديقك. ممكن تقبل صديقك لكن ما تحبش أنه يتجوز أختك. أدوار مختلفة. فأنا عايز مراتي تيجي معايا للطريق ده، بس الحلم اللي هناك ده بتاعي لوحدي، مش مطلوب في مراتي، مش مطلوب في أبويا، مش مطلوب في حد من أصدقائي اللي هنا. دورت على الشريك الصحيح. صديق يحبني جدا، مختلف عن كل الناس اللي أنا أعرفهم من أصدقائي، بيحب الفن، مؤمن بالأفكار، شادي، صديقي اللي بعتز بيه دلوقتي. قلت له أنا عايز أكتب، ما شتمنيش، قلت أنا اخترت واحد صح، أعمل إيه يا شادي؟ إيه طب اديني اللي أنت كتبته، أرى 200 صفحة. أقرب الناس ليا ما كانوش عندهم وقت يضحوا بيه عشان يقروا لابنهم 200 صفحة أو لصديقهم 200 صفحة عشان مش مؤمن بيه. قرا 200 صفحة وكلمني وأنا كنت في باريس، مكالمة طويلة مش مصدق. قولي أنت لو كتبت الكلام ده أنت مجنون، أنت عندك أفكار، لازم تكتب. قلت له أنا هكتب. هكتب الفيلم خلاص، في عندي أفكار كتير جدا محبوسة جوايا عايز أكتبها. قال لي أنت مش هتكتب فيلم. قلت له إيه؟ قال لي هتكتب رواية. قلت له يا جماعة أنا علمي رياضة وساقط عربي أصلا، يعني ما في مفيش ريزون، مفيش حاجة تخليني أصدقه. قال لي يعني أنت محتاج إيه؟ قلت له محتاج أتعلم عربي. لقيت أنا بقول كلمة أنا محتاج، كلمة دي على قد ما هي كلمة قاسية على قد ما هي كلمة ساحرة. اللي محتاج ياكل بيروح ياكل، محتاج يشرب بيروح يشرب. لو أنت عارف أنت محتاج إيه هتعرف أنت عايز تروح فين. في واحد يقول لك أنا محتاج عربية، مفيش حاجة اسمها تحتاج عربية، أنت محتاج فلوس تجيب عربية، محتاج تكون ناجح في شغلك. بدأت أتعلم عربي مع مدرس في ثالثة ابتدائي، بقى شحط زي قدامكم كده، بيروح كده حاطط الحاجة تحت كفه ورايح يقعد مع حبة طلبة صغيرين يتعلم عربي. يوم اتنين تلاتة اربعة كرهت العربي على كل حاجة في الدنيا. قلت خلاص انا من خرج من داره تقل مقداره، انا راجل بتاع مهندس وعندي زباين بيجولي وبيستنوني لغاية لما اجي، ما هنش نفسي اكتر من كده. وخدت الدرس اللي بعده. اللي عايز يطلع من الدوامة مش هيستحمل يعمل مجهود صعب جدا الا ما يكون في وقت قصير. يعني ايه؟ انا قدامي طوب عايز ابني بيه فكرة بتاعتي، وكل واحد منكم قدام الطوب بتاعه، بس انتوا بتمسكوا الطوب بتاعك وتضربوا في الطوب اللي انا بعمله اللي انا ببنيه، عشان انتوا مش مقتنعين. انت ابويا اخويا صاحبي بتبني، انا ببني وانت بترمي اللي انا ببنيه عشان خايف عليا، بس اللي بيحصل انا بتعور. الباشن بتاعي كان قل، شغفي بدا يقل. انا بقالي اسابيع بشتغل وبدرس عربي لغايه لما زهقت، لغايه لما لقيت الاجابه في درس جميل في لغتنا العربيه. لقيت المدرس بيقول لي في اخر مره، انا كنت خلاص بدات اتعب وازهق، قال لي كلماتنا في اللغه العربيه بتتقسم لجزئين، كلمات مبنيه زي الحروف ما بتتغيرش في النطق او في التشكيل او في النهايات، وكلمات زي الاسماء بتتغير حسب موقعها في الجمله. اللي استوقفت عنده الافعال. افعال اللغه العربيه كلها مبنيه الا الفعل في زمن المضارع. الفعل في زمن المضارع هو الفعل الوحيد اللي معرب واللي بيتغير حسب مكانه في الجمله. بره بيقولوا عليها اتس باور اوف ناو، دلوقتي احسن وقت في اليوم دلوقتي. كان رد مقنع بالنسبه لي، وكان اخر درس ليا في اللغه العربيه. قلت له انا هبدا اكتب من بكره. وبدأت مشواري مع صديقي ان انا هكتب رواية، وهستحمل نقد الناس وضرب الناس ليا، بس مش هقدر استحمله كتير. قوة الادرينالين اللي جوايا عشان اطلع من الدوامة. اللي عارف ان هو في دوامة لو عمل مجهود غلط هيغرق مش عارف يطلع. لازم تعمل مجهود قوي جدا بس في وقت قصير عشان تقدر تستحمل النقد التوبيخ. ده اللي انا عملته. اي روايه في الدنيا ممكن تقعد شهور بتتكتب وسنين بتتكتب. انا قعدت 28 يوم
رقم قياسي بالنسبة للمنتج اللي طلع. 28 يوم عملت قصة معقدة جدا، كنت فاكر ان انا هثبت لهم فيها ان انا مش مجنون، بس انا قدرت اكد ان انا مجنون. انا مجنون مفيش مشكلة. لقيت الخطوة بتاعتي اللي جاية ان انا ابدأ انشر الكتاب بتاعي، فرحت لأكتر من دار نشر، رحت عشرات. متخيل ان انا يعني هسمع وابل من الإهانة ان انا راجل مش محترف. كل دور النشر اللي رحت لهم قبلوا العمل، اتنكت طبعا ومشيت بنفس المبدأ، انا هنشر العمل بتاعي مع الدار اللي هتقدر تحقق حلمي في اقدر وقت، في اقل وقت قبل ما اتعب. وكان الاربع اشهر والثلاث اشهر بتوع النشر اتقلوا الاسبوعين، وبعد اسبوعين يا جماعه لقيت حلمي بيتحقق، ولقيت ان انا ليا كتاب في السوق. كنت فاكر ان انا كده عملت اللي عليا. الغريب اللي استوقفني هنا ان العمل ده نجح اكتر بكتير من الكارير بتاعي اللي بشتغل فيه بقى اكتر من 12 سنه. طبعتين خلصوا في اقل من شهر، ناس بتكلمني منبهره بالعمل. فهمت ان انا نجحت مش ككاتب محترف، انا نجحت كبني ادم شغوف. شغفي كان اقوى من الاحتراف، شغفي كان صادق. يحضرني في القصه ان كان عندي 3 أو 4 صفح شعر كتبتهم في ظرف في حياتي من اكتر من شهر، حطيتهم زي ما هم في الكتاب. لما راح المحرر الادبي ورايا قال لي يعني مفروض يثقل الكلام ادبيا اكتر ونغير بعض الكلمات، غيروا جمله واثنين وثلاثه واربعه. كل اللي قرا الشعر ما حسوش. اصريت ان انا ارجع الشعر طالما بالطريقه اللي انا كنت كاتبها ليتري بالحرف، طالما ما فيهاش غلطات في حاجه في اللغه. الناس كلها استوقفها الاربع صفح وصدقوني في الاربع صفح وتحركوا، عشان كان شغفي اكبر بكتير من مجالي في الاحتراف. هنا انا كنت فاكر ان انا لقيت اجابه عن المدرب الالماني اللي اكيد فرقته ما صدقتوش، اكيد هو ما كانش مصدق نفسه، عمل الحاجه اللي بيحبها طول عمره بس وقف ان هيقف ضد منتخب بلده. هنا اكيد الشغف في التسعين دقيقه دول كان مات، تحول لاحتراف. كان لازم يخسر، ما كانش ينفع يكسب لانه ما كانش صادق، اكيد فرقته نفسها ما كانتش مصدقاه. كنت فاكر هنا ان انا هاجي هقول كن شغوفا تكن صادقا واخلص وهمشي، بس اكتشفت حاجه غريبه جدا، ان النقطه الجديده اللي انا واقف فيها وحققت اللي انا عايزه ان انا وصلت لنفس الدوامه. دوامه جديده، الشغف بيموت، مطلوب مني ان انا اكتب روايتين في السنه، مطلوب مني اشوف السوق محتاج ايه، اتطلبت في السينما، اتطلبت في التلفزيون، مفروض اشوف احتياجات كل حاجه من دول ايه، مبدا اشوف الروايه تتباع بكام، هكسب منها كام، هعمل ايه. لقيت الشغف بيموت، لقيت نفسي في دوامه ثانيه، وبتتفتح قدامي دوامه جديده في نقطه ثالثه للسينما او التلفزيون. هنا صديقي شادي قال لي حاجه انا فهمتها، قال لي انت جواك افكار، وصلها في الديكور، وصلها في المعمار، وصلها بالطريقه اللي انت عايزها، سينما تلفزيون كتابه، بس وصل افكارك. فخدت بالي ان انا عملت كونكتنج لاكتر من دوت، وهفضل اعمل كونكشن لاكتر من دوت، هوصل نقطه والثانيه والثالثه. عملت السكتش ده قدامي، لقيت نفسي وصلت لشكل الدي ان اي بتاع البني ادم، كل واحد منا بيوصل اكتر من دوت، اكتر من نقطه في حياته بيطلع منها الدي ان اي بتاعه اللي هو نفسه، ما بيتكررش في الدنيا. الفرق بين بني ادم سعيد وبني ادم مش سعيد ان الدوامات دي لو ماشيه عكس اتجاهاتها عمرك ما هتوصل لشغفك في اي حاجه، وهتلاقي نفسك كل نقطة بتوصلها بتسيب شغلك في الهندسة وبتروح في، وبعد سنة بتلاقي نفسك ما وصلتش للي انت عايزه برضه. ليه؟ ده اللي انا حاجة اتعلمتها، الإيمان. الإيمان هي الحاجة الوحيدة اللي تكسر الاحتراف وتولد الشغف. لو الدي ان ايه ده كله ماشي في اتجاه، الاتجاه ده كله هيتسخر ليك، الاحترافية هتتسخر ليك، هتلاقي نفسك في كل نقطة من دول بتعملها وانت عندك مبدأ واضح، إذا كان فلوس، إذا كان شهرة، إذا كان رضا ربنا. كل واحد منكم جواه حاجة هو عايزها ومحتاجها من الأول،
ومؤمن بيها. كل نقطة هتوصلها وانت مؤمن بيها عمر ما الشغف هيموت. عمرك ما هتحاول ان انت تهاجم احترافك، وهتلاقي الاحتراف بيسخر لك اللي انت عايزه. هنا الجملة الأخيرة اللي انا كنت اتعلمتها، كن مؤمنا، كن شغوفا، تصبح صادقاً.